عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. خدمنا روحك مسير. أنا اسمي صابر العلياني. طاو عمري 40 سنة. منين أنت مسير؟ مروج. أنت عشت تجربة الحرق. أه. اليوم باش تحكينا على تجربتك كيفاش كانت ووقتاش صارت العملية هذه بالضبط؟ هذه صارت عام 2008. وكي حرقنا حتى من تونس الليبيا وقتها فلاقي على ساقينا. بعد ندخلوا ليبيا عام 2007 و8 ومن ليبيا زيد تحرق من غادي من ليبيا لمبادوزا لإيطاليا. وكي توصل لإيطاليا كل واحد ثم اللي روحوا به ثم اللي سايبوه كل واحد وزاروا. ثم كي مشيتوا من تونس من هنا قداش من واحد؟ احنا مشينا في شقف معناه نسموه في 94 واحد. 94 فهمتني؟ وفما اللي وصل له فما اللي مات في البحر. هو نورمالمون معناها ايطاليا قريبه من تونس معناها مش من ليبيا، علاش اخترتوا من ليبيا يعني؟ وقتها في عام 2007 و2008 الحرقه وقتها مش موجوده في تونس، موجوده كان في ليبيا. فهمتني؟ وقتها الحرقه الناس كلها كيما توا الافريكان يجوا لتونس باش يحرقوا. في البريود هذيك 2007 و2008 حتى 2009 كانوا توانسة يمشيوا ليبيا ويحرقوا من ليبيا من زوارة مثلا ولا من طرابلس من غادي. فهمتني؟ معناها كي نمشوا من هنا نزيد نتعدوا فلاقي من بنقردين حتى ليبيا على ساقيك، ومن بعد فهمتني يجي شكون يهزك وتحرق من غادي. كنت تكلف معناها كنت مكلفة؟ أنا تكلفت لي 2,500 نص 2007 فهمتي. طول الحرقه موجوده في تونس، موجوده اللي يحب يخرج يخرج. اما انا باش معناها نصيحه لوجه الله، خاطر الواحد كي معناها باش تمشي في الطريق ماكش مجرب قبل راهو البحر غدار. معناها قبل احنا كي مشينا على 10 شقوفات يوصل شقف ولا زوز وكلهم ياكلهم الحوت كلهم البحر. مع عبيد كليهم البحر؟ اي فما معناها ريتي 2% يوصلوا من 100 شقف فما 10 من الناس 10 شقوفيات يوصلوا. خاطر قبل زاد خاطر كيفاش مثال شقف يهز 50 يحطوا عليه 100 يا لورا لهنا والمسافه بعيده فهمتي نتاع 3 ايام مشي راهو ليل ونهار. اي اوتوماتيك مول شقف موتور باش يتعب كذا شي غير خاطر ماهيش معناها ماناش كيفاش لا لله محمد رسول الله معناها يهز هو طرناطه يحطوا عليه في 5 طرانط ما يوصلش معناها واحد اللهم ربي سبحانه معناها هذيك مش كي كتبت لك الموت ثم هي رحله نتاع موت ماشي رحله نتاع ثم محظوظ انت وصلت هكا ولا ثم محظوظ العمر مازال طويل الحمد لله. كيفاش عشت التجربة هذيك؟ واسكو انت كي مشيت من تونس من هنا عندك صنعة عندك حاجة ولا؟ ما عندي صنعة، مشيت كيف الناس الكل على اساس واحد يحب يحسن من وضعيته، يحب يحسن وضعية دارهم، خاطر ما فماش مستقبل في تونس. هذاك علاش فهمتي احنا هي معناها الناس علاش يحرق هو؟ علاش يخاطر بحياته؟ على خاطر يشوف في روحه في البلاد هذيا ما فماش مستقبل واضح، ما فماش ثنية واضحة. فهمتي هي حتى المعيشة غلط لهنا نعلم عليها الناس ولا ساعات بوه والوليد والبيبي يهز عائلته الكل ويحرق على الأقل غاديك فما أبسط الحاجات يعطوك ما تاكل ما تشرب ما فما حقوق غاديك فهمتي البلاد هذيا ما فيهاش أنا نشوفها ما فيهاش حقوق الإنسان. حكينا على تجربتك أول ما وصلت غاديك شنو اللي صار معاك وكيفاش عشت؟ راهو الغربة صعيبة وتمرميت ويلزمها واحد زاد قليب فهمتني راه مش معناها باش يحرق هو باش يوصل لايطاليا باش يلقى شكاره معبيه بالفلوس هيا ليها عبي ولا لا لا مش هكاك ركنتي كي باش توصل غادي اول حاجه لا عندك لا ابوك لا امك لا ما عندك حتى وين باش تبيت تبسط الحاجات يا اما تبيت في الشارع ولا تبيت في خربه فهمتني ولا اللهم تلقى عندكش شكون باش يهزك قريبك خوك فهمتني هذيك اما من المره الاولى انت ماشي لبلاد حتى لغتها ما تعرفهاش ما تحكيش لغتهم فهمتني ما تعرفش الثقافه نتاعهم تاريخهم معناها انت ماشي معناها حتى في الديانه مانيش فرد الدين فهمتني وموجوده العنصريه موجوده غاد وفيها التمرميد وفما اللي ينجح وفما انت ايش عملت؟ والله انا كيف الناس الكل معناها انا مشيت عمري صغير مشيت عمري حكيت 24 سنة 23 سنة
مشيت شنو عملت؟ انا مشيت نبيع في الغبره مثلا. الغبره؟ ايه. فماش بالحلال. بالحلال ما عندكش اوراق، في ايطاليا ما تخدمش بالحلال، ومعناها حتى كي باش تهبط تخدم انت في الجنوب نتاع ايطاليا كطماطم وفلاحه ما يخلصكش. 30 اورو كاينه 3000 معناها، ما فهمتني؟ هيك هو. قديش بقيت غادي وانت تخدم في الغبره؟ 7 سنين في ايطاليا كهو؟ 7 سنين، 5 سنين في ايطاليا، وعام ونص في سويسرا. كل خدمت فيهم غبره؟ كلهم غبره، ايه الحقيقه انا. ما شديتش حتى مره؟ لا تشديت، عديت عامين حبس. ايطاليا ولا؟ تشديت وعديت عامين حبس. انا كان وصلت لايطاليا. شو من الاول كي يعني من الاول كي تلزيت انك باش تخدم الغبره، بعد ما خدمتها علاش ما حبيتش، علاش ما بدلتش يعني؟ علاش ما معناها ما شفتش ثنية واحدة أخرى؟ ثنية الحلال بالطبيعة. هي ثنية أي واحد يحب يخدم بالحلال، أي إنسان يحب فلوس، معناها حتى فلوس حلال، حتى كي تبعث لداركم ولا تعاون روحك فلوس حلال. ما فهماش غديك معناها في إيطاليا ما عندكش أوراق، ما تخدمش بالحلال، لهنا باش تتلز أوتوماتيكمون باش تخدم باش تمشي تبيع الغبرة وتبيع هكا ولا لا، ما كاينش باش تبيع للشر، فهمتني؟ وين باش تسكن؟ شكون باش يخلص عليك كريك ماك ذوك؟ فهمتني؟ لبستك، المعيشة غالية، زادة غالية، فهمتني؟ ما فهمياش كيف فما بوسيبيليتي. أنا واحد من الناس كان يخدم بالحلال، فهمتني؟ خدمت سواء في إيطاليا ولا في أي بلاد أخرى. كيفاش روحوا بيك لهنا؟ روحوا بيك ولا روحت وحدك؟ معناها فما ناس يروحوا بهم، فما اللي يروح وحده، وأنا واحد من الناس روحت وحدي. ما روحت. علاش روحت وحدك؟ روحت وحدي، عندي ظروف عائلية، فهمتني؟ وروحت على ثم ظرف عائلي، فهمتني؟ أنا روحت على خاطره وعلى أساس معناها عندي البرنامج نتاع الرجعة. المهم اللي روحت ما كتبتش الرجعة وما فهمتي، بقيت لهنا. لحد الآن ما فماش موضوع. ما فماش، أما بقدرة ربي تو باش يولي ثم مشروع نتاع خاطر راك تشوف فيها البلاد. تو شنو تخدم لهنا؟ أنا حاليا معناها مرة تخدم في شركة، مرة في السوق، عامل يومي. ما حتى تخدم في شركة تتسمى عامل يومي، نهارتي فهمتني ولا؟ إيه ندمت أنك روحت؟ ندمت أشد الندم والله. أنا أكثر حاجة غلطت عمري يعني. هذيك اللي روحت فيها انا، هذيك غلط هي، ولكن انا ثم ظرف، فهمتني؟ كما جاش الظرف هذاك عندي الشيء معناها بابا وقتها معناها يحتضر، فهمتني؟ خلطت على بابا قبل بجمعتين، يعني كي خلطت لتونس لهنا جمعه اخرى، بابا الله يرحمه توفى. الله يرحمه. هذيك الظرف اللي روحت عليه هذا معناها 90% الحكايه هذيك، اما في نفس الوقت ندم يعني اشد الندم. فما حد شيء يعجب في البلاد، ما فهمنيش، المعيشة غالية. يعني أنت هذا حرقت 2007 2008 وتحكي على الوضعية خايبة، فما بالك توا وضع ماهوش مستقر. الوضعية توا في تونس راهو الشباب عنده الحق، يحب سبحان الله، هو إنسان يحب يعيش، يحب يعمل كهرباء، يحب يعرس، يحب يعمل دار، أظومة ليلة الله محمد رسول الله. ما نعرفش أنا ظهر لي أستاذ وأستاذة ما ينجموش ياخذوا بورتمون توا في تونس، صحيح ولا لا؟ معناها ثم دخلوا في 3 ملايين 4 ملايين ودوب الدوب العيش، وش 90% كارين في تونس هنا وما همش عايشين. اي انسان باش يحرق عليه، زعما ثم واحد لاباس عليه جو باهي في تونس ويمشي يقمر على البحر، ما نصورش انا يعني. ما يلزك على المر كلا مر منه. باش نخلي لك كلمه الختام من تجربتك انت، شنو تنصح؟ انا ننصح يختار من البحر، خاطر البحر بالعربي هو تيتانيك، واشربها صحيح ولا لا؟ فما بالك هذه زودياك حديد ولا فهمتني؟ حط لك فيها 40 واحد معني 10% باش توصل لايطاليا. راهو مش معناها الشقوفات الكل اللي تخرج من تونس راهي توصل، يا عباد الله راهي 2 3% هما اللي يوصلوا، باقي ياكلوا الحوت.